بص يا سيدي، هحكي لك النهارده عن منظمه اتسببت في قتل 21 مليون بني ادم، وكان في زيهم من المصابين والمفقودين، ده غير الدمار الكاسح اللي اصاب القاره الاوروبيه. المنظمه اللي كانت السبب في الحرب العالميه الاولى، الحرب اللي هزت السلام العالمي وغيرت خريطه القوى العالميه، الحرب العالميه الاولى اللي تصدرت كتب التاريخ ومحركات البحث في السوشيال ميديا بعد كده، الحرب اللي بدات على ايد شاب طايش متحمس، الشاب اللي قتل ولي عهد النمسا واللي كانت دوله قويه في الوقت ده. العملية كانت شرارة ولعت النار في أوروبا، العملية اللي كان وراها المنظمة اللي هنحكي عنها النهاردة، منظمة اليد السوداء. فلو عايز تعرف الحكاية ركز معايا واسمع مني وانزل اعمل لايك للحلقة. الكولونيل دراجوتين ديمتروفيتش، وخلينا نقول عليه ديمتري. ديمتري كان ضابط في الجيش الصربي في نهاية القرن 19. اتولد في العاصمة الصربية بلجراد سنة 1876. أهله كانوا من الطبقة المتوسطة الغنية في الوقت ده. ديمتري أثبت براعته في العلوم العسكرية، وده ساعد إنه يترقى بسرعة في الجيش الصربي لدرجة إنه أخذ رتبة كولونيل قبل ما يوصل 30 سنة. بعد كده درس الخطط العسكرية والحربية، وده في الأكاديمية الصربية للعلوم العسكرية. ديمتري كان شخصية قوية وحضوره كان عالي، وده خلاه من مشاهير الجيش الصربي، وبقى عنده علاقات قوية مع كل اللي حواليه، وده كان الحجر الأول لفكرته، الفكرة اللي كانت إنشاء قومية صربية، واللي عشانها أسس جماعة اليد السوداء. ديمتري سمى نفسه أبيس، وده اتشهر بيه في المراجع التاريخية، وأبيس اسم الطور المقدس في الحضارة المصرية القديمة. ديمتري بقى ليه شعبية كبيرة في الجيش الصربي، وبدأ يقرب من كبار ضباط الجيش، وكمان بدأ يقنعهم بأفكاره القومية، وطلب منهم إن هم ينضموا له علشان يكون جماعة تبقى ضد التاج الملكي الصربي، خصوصا الملك ألكسندر الأول، واللي كانت شعبيته في تراجع مستمر خصوصا في اوساط الجيش الصربي. وبكده يتولد اول هيكل غير رسمي لجماعه اليد السوداء، واللي عدد افرادها ما كانش معروف وقتها. اليد السوداء قررت تغير النظام الملكي عن طريق الاغتيالات. سنه 1903 كان الميعاد مع انقلاب عسكري. ديمتري على راس جماعته كان بيحاول يتخلص من الملك ومراته، مرات الكسندر الاول اللي كانت اهم اسباب غضب الجيش على الملك الصربي، ده بعد ما الكسندر الاول كان واخد الدعم من الامبراطوريه الروسيه واللي كان بيحكمها عائله رومانوف في الوقت ده. وعائلة رومانوف كانت عايزة تفرض سيطرتها على الأراضي الصربية، وفي اليوم المتفق عليه تهاجم الفرقة العسكرية القصر الملكي واللي كان موجود في بلجراد العاصمة الصربية، وتحصل معركة بين الفرقة والحرس الملكي، ويقدر ديمتري واللي معاه إن هم يعتقلوا الملك ألكسندر الأول ومراته، وبعد كده يتخلصوا منهم ويعدموهم راميا بالرصاص، الحادثة اللي اتعرفت في التاريخ الصربي بانقلاب مايو. المهم إن القوى السياسية تبعت تجيب بيتر الأول، وبيتر يتعين ملك على صربيا بعد ما كان ألكسندر الأول نفال إنجلترا. في 6 أكتوبر سنة 1908 النمسا تضم الاراضي البوسنيه، وده خلى القوى السياسيه الصربيه تجتمع في العاصمه. الاجتماع اللي كان بسبب مشكله واحده، خطوره موقف الاقليه الصربيه في الاراضي البوسنيه تحت حكم النمسا، واتفقوا في الاجتماع ده على حاجه واحده، انشاء منظمه تشتغل بشكل سري. المنظمه اللي هدفها نشر الفكر القومي الصربي، وكمان تنفيذ عمليات مقاومه عسكريه خصوصا في المناطق اللي تابعه لدوله النمسا وفيها اقليات صربيه، وده علشان ترجع شمل الصرب في المناطق السلافية الجنوبية. وسنة 1911 تتأسس جماعة اليد السوداء رسميا، الجماعة اللي دعمتها كل الأطراف السياسية في صربيا، بس كان في مجموعة قليلة تابعة للملك بيتر الأول ما كانش عاجبها الكلام ده، وتم اختيار اسم اليد السوداء تيمنا باسم واحدة من عصابات المافيا الإيطالية في أمريكا، واللي منظمة اليد السوداء الصربية كانت عايزة تشتغل بنفس النظام بتاعها. العصابة الإيطالية اللي كانت بتشتغل بعيد عن عصابات المافيا الكبيرة في أمريكا، واللي استخدمت شعار قبضة اليد أو كف الأسود علشان تدلل على نيتها في التخلص من اي عدو ليها. اليد السوداء الصربيه كان هدفها استخدام الطرق والوسائل العنيفه، واللي من ضمنها الاغتيالات علشان تحقق اهدافها السياسيه، وتوحد المناطق السلافيه الجنوبيه تحت الرايه الصربيه، يعني صربيه والبوسنه وكرواتيا ومعاهم مقدونيا وبلغاريا ومونتينيجرو، دول كلهم هيبقوا في دوله واحده، وده حصل بعدها بسنين وتوحدوا في دوله واحده واللي اتسمت بعد كده باسم يوغوسلافيا ولكنها اتفككت بعد كده، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. منظمه اليد السوداء اعتبرت النمسا عدوتها الاولى والعقبه الاساسيه ضد توحيد الدول السلافيه، عشان كده المنظمه بدات تعمل اغتيالات في النمسا. اشهر عمليه اغتيالات كانت فرانز الاول امبراطور النمسا، واللي كانت سنه 1911، لكن العمليه دي ما تنجحش. تيجي بعد كده عمليه اغتيال القائد اوسكار بوترك واللي فشلت برضه، لكن نروح لليوم اللي غير التاريخ كله، يوم 28 يونيو سنه 1914 والمعروف بيوم اغتيال ولي عهد النمسا. الارشيدوك فرانز فرديناند ومراته كانوا بيزوروا العاصمه البوسنيه، وكان راكب عربيته ورايح لمبنى العاصمه علشان يحضر
يحضر احتفال مخصص ليه، لكن يطلع عليه 6 من اعضاء المنظمه ويضربوا عليه نار. العمليه تفشل والارشيدوك يوصل مبنى العاصمه من غير ما يجرى له اي حاجه، وبعد الاحتفال يخرج من المبنى، ولكن لحظه السيء يقابل واحد من افراد العصابه ويضربه بالنار ويقتله هو ومراته. الطلقه اللي غيرت شكل اوروبا بعدها. انا عامل حلقه بكل التفاصيل دي عن الحرب العالميه الاولى، الحلقه هتطلع لك من هنا او من هنا او هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. طبعا يتقبض على منفذ العمليه ويعترف على ديمتري، ويقول ان المخطط الاول لاغتيال ولي عهد النمسا. الحكومه النمساويه تطلب من صربيا انها تسلم ديمتري، لكن صربيا ترفض طلب النمسا، وكان الرد النمساوي عنيف جدا على الجانب الصربي. يوم 28 يوليو سنه 1914 النمسا تعلن الحرب على صربيا. على طول روسيا تدعم صربيا. روسيا في الوقت ده كانت قوه عظمى في اوروبا، وطبعا حليفتها كانت انجلترا، واللي برضه كانت قوه عظمى، وانجلترا كانت حليفتها فرنسا، وكانت في لها في اي حوار في العالم. ومن هنا تبتدي الحرب العالميه الاولى، ويتكون حلف الوفاق بتاع انجلترا وفرنسا وروسيا وصربيا، ويدخل معاهم اليونان ورومانيا وامريكا تيجي متاخر، ويبقى ضد حلف المركز بتاع النمسا والمانيا والدوله العثمانيه. المهم النمسا تدخل صربيا وتقبض على ديمتري وتقتله، وبكده تنتهي منظمه اليد السوداء رسميا بعد ما تسببت في حرب عالميه اولى اللي انتهت بمقتل 21 مليون بني ادم وخراب القاره الاوروبيه. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.